يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، الذي قرئ في بداية الدرس وساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين، يقول ساغ النزاع، ما قال ساغ السؤال بالأنبياء والصالحين، ما قال ساغ السؤال بالأنبياء، يقول ساغ النزاع، الخلاف، الخلاف يعني ساغ الخلاف في السؤال بالأنبياء بين العلماء، والخلاف ليس دليلا على الجواز، ليس دليلا على الجواز، الدليل من الكتاب والسنة. نعم. يقول والذي عندنا في نسخة مجموع الفتاوى وشاع النزاع، أليس بينهما فرق يؤيد رأي الشيخ؟ لا، ما في فرق، ما في فرق، الخلاف موجود، موجود أو شاع ولا ساق، المعنى واحد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، عندنا دكتور في الكلية، لكن يمكن أن يقال شاع أنها أخف من وأوضح من ساغ، لأنها تشوش على بعض الناس، فإذا قيل شاع هذه أخف، الله أعلم، يحتاج إلى تحقيق من اللفظة هذه، مع أن معناها واضح. الشيخ ما قال ساغ السؤال بالنبي، يقول ساغ الخلاف، الخلاف تعرفون أن هناك خلاف سائغ وخلاف غير سائغ، نعم، هذا من الخلاف السائغ، نعم، لكن أنه يدل على الجواز، لا. نعم.